يقول: هل يجوز شراء لعب الأطفال التي تكون فيها رسومات لأحياء ذوات أرواح، أو ربما تكون لعبة على شكل حيوان أو إنسان له روح؟ أرجو إفادتنا، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن التصوير محرم بجميع أشكاله، كل ما فيه روح فإنه يحرم تصويره ويحرم اقتناء صورته. قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الوعيد على المصورين، وأنهم أظلم الناس، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. ولما رأى في بيته نمرقة قد ستر بها فتحة في الجدار وفيها تماثيل أي تصاوير، أبى أن يدخل هذا البيت حتى هتكت هذه السترة وأزيلت. أدل هذا على تحريم استعمال جميع الصور لذوات الأرواح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والصور التي يقولون إنها للأطفال تدخل في هذا المنع وهذا الوعيد. وأما ما يستدلون به من لعب عائشة يوم أن كانت صغيرة، فهذا في الواقع لا يدل على أن هذه اللعب كانت على مثل هذه الصور الموجودة الآن، هذه الصور المنمقة الملونة التي فيها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. وإنما كانت الصور في التي تستعمل في اللعب تكون من أعواد وخرق يلفونها، وليست على شكل ما يصنع من الصور الآن ويروج ويباع بحجة أنه للعب الأطفال. فبين النوعين فرق واضح، لا سيما وأن الناس تفننوا في صناعة هذه الصور حتى يجعلوا فيها شيئا يحركها تمشي وتتحرك، وربما يكون لها أصوات وضحك وما أشبه ذلك مما يجعل فيها من التسجيل والأشرطة التي يخيل إلى الإنسان أنها حيوانات طبيعية. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز اقتناء هذه الصور وتمكين الأطفال منها، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. وبالإمكان أن يشترى للأطفال لعب ليس فيها محذور، صور الآليات، السيارات، طائرات، والمعدات الصناعية التي ليس فيها محذور. نعم.